إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ شرح، أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك الفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع تستطيع أن تربح منه جيف كارد أمازون، وأيضا تستطيع أن تربح فيه رصيد باي بال، وأيضا تستطيع أن تربح برامج مدفوعة بالمجان. طريقة التسجيل سهلة جدا، نضع هنا إيميل ثم نضغط كرييت أكاونت. هكذا هذا هو الحساب اختي، ثم تضع هنا كلمة السر، ثم تعيد كلمة السر، تضغط على سيف. سأضع كلمة السر. هاي الأرباح إخوتي، تستطيع أن تربح رصيد $5 باي بال، $10، $15، $30، وأيضا كارت إي باي للشراء من موقع إي باي. هنا إيتون، هنا هذه اللعبة، هنا فورتنايت، وهنا البيتكوين، وأيضا نتفليكس. كل هذه أرباح تربحها من الموقع. هاي أمازون إخوتي، ستيم، بلاي ستيشن، جوجل بلاي. ندخل للموقع. طريقة العمل سهلة جدا، نضغط على earn points هكذا، هنا direct offer، هنا ترى بالنسبة لهذا العرض عبارة عن استطلاعات تربح منه 100 نقطة، وهذا نقطتين، هنا السؤال والجواب نقطتين، وأيضا هنا ألعاب تلعب. هذه الألعاب كلما طولت في هذه الألعاب تربح نقاط كثيرة إخوتي. هذه كلها ألعاب. هنا الاستطلاعات أوفر وول، كل هذه الشركات استطلاعات إخوتي، إذا أردت الدخول إليها والعمل عليها. هنا استطلاع آخر، سيرفي روترز، هي شركات أخرى، وانا دايس، أد جيتس، وتورم ريتش. هنا كلين برايز، هنا لسحب إخوتي كلين برايز. الموقع عند التسجيل يعطيك 25 نقطة، الحد الأدنى للسحب هو 3250 نقطة، 22 نقطة، $22. حساب باي بال بالنسبة ل$5 يجب أن تتحصل على 750 نقطة. حساب $10 يجب أن يكون لديك 1500 نقطة إلى آخره. هنا إي باي مثلا 3750 نقطة، هنا مينكرافت 3750 نقطة، البيتكوين 3000 نقطة إلى آخره إخوتي. انظروا هنا كوبون، إذا لديك كوبونات تضع الكوبون هنا ثم تتحصل على النقاط، تضغط على سيمباي تتحصل على نقاط. إذا أردت التحصل على الكوبون تضغط، تدخل إلى هذه المواقع أظن لنرى. إذا تدخل إلى هذه الموقع وتطلب الكوبونات، كوبون، وتضع اسم الموقع، تضع كوبون ثم تتبعه باسم الموقع، هذا الموقع. هنا سحبات إخوتي، ستجد كل السحبات هنا. هنا السيتنج إذا أردت تغيير كلمة السر، وهنا الإحالة، هذا هو رابط الإحالة، تروج لرابط الإحالة تتحصل على النقاط.
هذا ما لدي في هذا الموقع أخواتي، موقع رائع جدا، أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.